عمم الشيعه نائحات مستاجرات. الان سنرى المعمم احمد المسوي الذي استاجره السلقلقي ياسر الخبيث على قناه فدك وجعل له برنامج الذي طلبناه كثيرا للمناظره ولكنه يتهرب. خرج هذا المعمم يضرب نفسه على وجهه، استاجره من اجل ان يكون نائحه لطامه على الشاشه لعوام الشيعه. شاهدوا ماذا يفعل على قنواتهم. لا تتقلب اثناء النوم، مصيبه مصيبه اضم على راسي اترك المطار. تقول له ابوي ابوي عمر بيت. هذا النائحة المستأجرة طلبته كثيرا للمناظرة ولكنه يتهرب ويرفض، ويعلم أن مقامه فقط للضرب على الوجه للطم للنياحة، يعلم أنه نائحة مستأجرة فقط ولا يستطيع أن يناظر أو أن يقبل المناظرة. يا عقلاء الشيعة، هل هذه الشعائر شعائر حسينية أم وساوس شيطانية؟